نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم. تحية طيبة للحضور الكرام، وتحية طيبة أيضا للدعم الفني، تحية خاصة للي هيصاحبنا إن شاء الله في هذا الكورس اللي مدته 5 أيام. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تحصلوا على رخصة استعادة إن شاء الله بإذن الله في الدارين الدنيا والآخرة. نحن إن شاء الله بنتمنى إن شاء الله مع رخصة الأسرة هنعرف بعض من الأمور اللي إن شاء الله بتساعدنا على أن إحنا نتخطى مشاكل كتير في حياتنا الزوجية خصوصا، ثم حياتنا الأسرية إن شاء الله بإذن الله. رخصة قيادة الأسرة، يعني شفت بعض التعليقات إزاي هنتعلم الرخصة من وإحنا هنا. الرخصة عادة بتكون بداية نوع من المعرفة، ثم تعليم، ثم تدريب، ثم ممارسة. فإحنا دورنا هنا إن شاء الله إحنا بنحاول ندي الكتالوج اللي من خلاله إن شاء الله بإذن الله بنحاول نحن نقود أسرتنا ونقود الحياة الزوجية إلى طريق إن شاء الله السلامة وطريق السعادة بإذن الله، اللي أكيد كل واحد مننا بيرجو أن تكون حياته الأسرية والزوجية سعيدة بإذن الله إن شاء الله. إحنا قبل البدء هنسمع بس الفيديو ده، قصة الصياد واللؤلؤ، وبعدين إن شاء الله يكون لنا تعليق معاه، وبعدين نبدأ الشرايح بأمر الله.
وضحت الصورة من خلال القصة، والحقيقة أنا حابة يعني أستخرج معنى آخر غير النهاية اللي كانت مكتوبة، إن الإنسان سبحان الله إن شاء الله إنه قادر على إنه يختار طريق السعادة أو طريق الشقاء، أو أن يختار إن قد التفاؤل أو طريق التشاؤم. بيدك عزيز الزوج أو عزيزتي الزوجة أو الشابة أو الفتاة والشاب أن تختار طريق السعادة في حياتك الزوجية إن شاء الله، وتختار طريق الأمان والأمن، أو أن تختار غير ذلك. فبإمكانك ألا تأخذك الغفلة وأن تأخذك القوة أو تأخذك يأخذك العند في حياتك الزوجية، ودي رسالة أنا ببدأ بيها إن شاء الله. وليكن شعارنا، إحنا كنا قبل كده في لغة التفاهم كنا واخدين شعار التفاؤل والحماس وكل هذه الأمور، إن شاء الله يكون شعارنا مع بعض خلال هذا الكورس يكون التحدي مع الأمل إن شاء الله. كل المعلومات اللي هناخدها إن شاء الله في الكورس ده بتحتاج مننا إن إحنا يكون عندنا نوع من التحدي لبعض السمات اللي ممكن تكون موجودة أنا عرفها في شريك الحياة، ولكن لابد إن أتحدى هذه الأمور وإني أتكيف مع الطرف الآخر، وهكذا برضو هي تتكيف مع شريك الحياة. عشان كده إحنا بنقول خلي شعارنا إن شاء الله يكون التحدي مع الأمل في الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا دايما نكون متفائلين ومتحمسين، ونكون الابتسامة هي دايما اللي تعلو وشوشنا إن شاء الله. رخص قيادة الأسرة، هل كل اثنين تزوجوا يصلحوا لقيام أسرة سعيدة؟ هل كل اثنين شعروا بعواطف متبادلة يصلحوا أن يقيموا بيت سليم؟ أعرفوا بكم؟ بالتأكيد لا. إحنا في رخص قيادة الأسرة عشان الإنسان يصل إلى قمة التكيف وقيادة هذه المركبة، مركبة الحياة الأسرية، لابد له من شروط ولابد له من معارف وأشياء تساعده على قيادة هذه المركبة. طيب خلينا نقول الأول بعض من المحاور في الكورس: استراتيجيات لقيادة الأسرة، أنواع رخصة قيادة الأسرة، برامج عقلية لقيادة الأسرة، برامج سلوكية، والبنية العاطفية للزوجين، والحقيقة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، برامج عاطفية أيضا لقيادة الأسرة والحاجات العاطفية، وأنواع الحب ولغاته وهمسات للزوجين وقت الخلافات. دي هتكون إن شاء الله محاورنا بإذن الله. هناخد أول محاورها النهاردة بإذن الله. فخلينا نشوف السؤال، برجع أقول تاني: يا ترى رخصة قيادة الأسرة عشان أنا أحصل على هذه الرخصة، ما هي الشروط التي تتوفر فيه عشان أحصل على هذه الرخصة؟ يعني تستطيع أن تقول أن هذا الزوج حصل على قيادة هذه الأسرة، ماذا تجد فيه؟ أنتوا من وجهة نظركم اللي أنتوا شايفينه أن يصلح الزوج يكون عليه عشان يقود هذه الأسرة، أو الزوجة طبعا، أو الزوجة. الذكاء، ممتاز أستاذ محمد، حسن الأخلاق، نعم الإخلاص، الأخلاق، أيوة. هي كلمة الحقيقة الأخلاق أنا يعني عايز أقول فضفاضة جدا وواسعة، ونتمنى أن احنا يكون عندنا كم هذه الأخلاق، لكن الحقيقة وقت التطبيق بتختلف، يعني بتختلف شوية كلمة الأخلاق وقت التنفيذ. لكن طبعا نتمنى أن كلنا عندنا حسن خلق عشان نعيش حياة كريمة مع كل الناس، مش في البيت بس يعني. طيب والإخلاص والصبر والإيجابية، كل هذه الصفات الجميلة جدا. نعم خلينا أقول إن إحنا هذا الشخص، هذه الزوجة أو هذا الزوج يصلح أن يقود، أو عشان يقود الأسرة لابد لي من حاجتين، لابد له من حاجتين. طبعا كل الكلام اللي أنتوا بتقولوه جميل جدا، الأستاذ أميرة قوة الشخصية، والأستاذ محمد العلم والحوار، جميل جدا. كل الأشياء دي فعلا هتكون صفات للإنسان وهو ماشي على طريق، سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. لكن خلينا أقول نقطتين: أن يعرف ويتعلم جيدا دور الزوج ثم دور الأب. وطبعا أنا لما بوجه الكلام بالمذكر هو أيضا ملحق بالزوجة، ملحق بالبنت، إنها لابد إنها تعي دور الزوجة ودور الأم. الحقيقة إحنا بيجينا بعض مشاكل، البنت ترفض داخليا أن تكون زوجة،
يعني ما تحبش حد يقول لها، يعني احنا جات لنا بعض مشاكل مش حابه حد يقول لها مدام. هي ترفض من داخلها ان تعيش هذا الدور، مسؤولياته وتبعاته هي رفضاه من جواها، هي عايزه تعيش دور العازبه اللا مسؤوليه اللي لسه حياقه، على زعم ان حياتها الزوجيه عشان النكت الكتير وبعض العبارات اللي احنا بنسمعها، واحنا ان شاء الله خلال اليوم الثالث او الرابع على حسب الترتيب هنجد بعض من هذه الامور هتناقش فيها من نوع من المسح والنكت، ونتناقش فيها بشكل واسع، لان احيانا بتبرمج الانسان فعليا، وان كانت هي نوع من المسح ولكن بتبرمج الانسان عقليا، زي ما بيقولوا كده ان احيانا الزواج هو مقبره السعاده وما الى ذلك، عبارات كتير بنجدها في مجتمعات مختلفه، حتى يعني في كل المجتمعات، في الجزائر، في دول الخليج، في مصر، بتختلف المثل وتختلف الكلمات، ولكن كلها صح يعني متفق عليه ان احيانا ان الحياه الاسريه او الحياه الزوجيه بتكون كبت على الزوجه وكبت على الزوج، لكن ده غير حقيقي. بامكانك انك تعيش حياه اسريه وزوجيه سعيده جدا، تعفو سريع انك تروح بيتك، والتانيه برضه تحب قوي تروح بيتها، مش دايما هربانه عند مامتها وهو هربان مع اصحابه، لا دي ما تبقاش من مظاهر الحياه الطبيعيه ابدا في الحياه الاسريه. عشان كده احنا كتير احيانا بنسال لما بتجي لنا مشكله، طيب انت بتخرجي ازاي؟ بتقضي اليوم ازاي؟ من خلالها بقى عندنا مؤشر يا ترى البيت ده منسوب السعاده فيه كام؟ لما يكون الزوج عايز يرجع البيت مرتاح، والزوجه برضه بتحب بيتها لان وجدت حاجه، وبالتالي دي من ضمن العلامات الاساسيه، ولكن من ضمن العلامات لوجود هدوء وسكينه واستقرار وسعاده في هذا البيت. هنرجع تاني نقول السببين اللي بسببهم يحصل الزوج او الزوجه على رخصه قياده الاسره. قلنا ان يختلف الشخص او عايزين نقول صفات الانسان العازب عن صفات الزوج عن صفات الاب. تبادل الادوار وانتقاله من العازب او من الشابه الفتاه الى الزوجه وبمسؤولياته تختلف. تجدوا ان الزوج او الشاب تزوج لكن هو ما زال مرتبط باصدقائه في طلعاته وفي خروجاته. احنا مش ضد انه يخرج ولا ضد انه يعيش حياته الشخصيه مع اصدقائه اطلاقا، لكن احنا ضد حجم ما يتركه لاصدقائه مقارنه بحجم ما يتركه لبيته. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان وهو ده اللي الشاب بيشعر معه ان هناك قيد حول رقبته بدخوله في الحياة الزوجية فيما بعد. يعني خلينا نقول من الأيام الأولى من الزواج ممكن يكون لها طعم آخر، ولكن فيما بعد يشعر أن الزواج أحيانا بيكون طوق على رقبته. ليه؟ لأن هو مش قادر يشعر بفرق، نعم مش قادر يشعر بفارق. أنا يعني هكمل شوية بعدين أتابع الشات، لكن ما فيش مشكلة أن حضراتكم تكتبوا اللي أنتوا عايزينه وإحنا معاكم، بس أخلص جزء وهرد على الشات. فهو مش قادر يوازن بين الأدوار اللي هو دخل فيها كدور كإنسان ليه حياته الشخصية وكزوج ثم كأب، وبالتالي لابد أن يوزع الأدوار ويوزع الوقت بينهم ويوزع المسؤوليات. أحيانا مش الوقت بس، المسؤوليات تجاه أصدقائه أحيانا بتكون أكثر من مسؤولياته تجاه الزوجة والأولاد. خلينا نقول في الحياة الأول تجاه الزوجة، ولما يجي حد يكلمه أو يجي حد يكلمها، لا هو من جواه رافض هذه المسؤولية اللي عنده رابط شرطي وعنده تصورات ذهنية مصنوعة قبل كده من خلال الضحك والهزار والنكت أو الأشياء اللي كان بيشوفها في حياته من الجيران أو الأقارب، أن الزواج طوق يقيد حركته ويقيد حرياته ويقيد انطلاقته وفسحه. إحنا مش ضد كده إطلاقا، ولكن إحنا زي ما قلنا ضد المساحة اللي بيسيبها ما فيهاش توازن بين الأسرة وبين حياته الشخصية. الكلام طبعا أنا بقوله للزوجة والزوج، ولكن يمكن الحوار بيكون موجه بشكل ذكوري، ولكن هو طبعا للاثنين. طيب إيه النقطة الثانية؟ طبعا هو يستطيع بقى عمل تنظيم الوقت بين الاسره والاصدقاء. والله حقيقي استاذ محمد يعني انا بحب اكون واقعيه جدا وفي طرحي ما بحبش اقول نقطه من كتب الا لما بتكون مطبقه. الكلام رائع جميل جدا، وفعلا في بعض الاشخاص قادره على انها تنظم وقتها بين الاسره وبين الاصدقاء، لكن في بعض الاشخاص بيميلوا اكثر للاصدقاء، وهنا واجب عليهم زي ما اخذنا في لغه التفاهم قبل كده، لازم يعرف نمطه، وبالتالي لما هيعرف نقاط الضعف عنده ونقاط القوه هيقدر يتوازن بدون ان يشعر ان هذا انتقاد شخصي لذاته، ولكن هذه طبيعه شخصيته، فلابد ان يعيد التوازن بين هذا وذاك. ولكن كان جميل جدا، وما اكثر ان كل منا يقول قصائد في تنظيم الوقت وفي الحياه الاسريه السعيده، ولكن لحد التطبيق الحقيقه الكلام بيكون فعلا الكلام غير مطبق. استاذ احمد
عشان كده احنا ان شاء الله يعني المعلومات اللي احنا بنقولها انا حابه ان يكون التدريب اكثر منه جزء معرفي هناخده مع بعض خلال الخمس ايام، لكن ان شاء الله احنا بنحاول ندي تدريبات قدر استطاعتنا ان شاء الله عشان نقدر ندرب انفسنا على ان احنا نكون الاسره ان شاء الله اي طريق سليم. صلاه المغرب ان شاء الله هتجد الاستبيان موجود، حاولوا تعبوه وهنتناقش فيه بعد العوده باذن الله. طيب خلينا نقول الاستبيان، خلينا نقول ان هم عندنا 11 سؤال. اللي اختار 11 كلهم الف، كلهم الف، ده انسان بيعتبر متفهم ولديه وعي وسرعه بديهيه، فبننصحه ان يمضي قدما على طريقه. الصوت بيقطع، اعتقد ممكن يكون من عندك يا استاذه لمياء. اما من اختار 9 او 10، يعني احنا قلنا اللي اختار 11 عنده سرعه بديهيه وعنده براعه في فهم الاخرين، في فهم الناس سريعا، فده ما فيش نصيحه ليه ان شاء الله انه يستمر. اما 11 و10 هو وضعه جيد، يعني وضعه جيد ومقبول جدا. من 8 ل6 هو قارئ عادي، قارئ عادي للناس، ولكن يحتاج لبعض الجهد في فهم الاخرين. من 5 ل3 انت بحاجه الى مزيد ومزيد من الجهد في فهم الاخرين، لان كتير بتقع منك اخطاء وانت مش منتبه، مش عارف السبب، ولذلك انت تكرر الخطأ. فده الحقيقه لازم ينتبه ويبذل المزيد والمزيد في الجهد في محاوله فهم الاخرين. اما بنختار 2 او 1 لرقم الف فقط، فانت في مشكله الى حد ما، بتحتاج الى ان يعني تراجع نفسك في ان لا ترى اخطائك اطلاقا، وبالتالي فانت تكررها وانت تعيش ضحيه لهذه الاخطاء. ففهم الاخرين، يعني احنا عايزين نقول ان قراءه الناس او البراعه في التعامل مع الاخرين جزء منها ينطلق من خلال فهمنا لمن حولنا. يعني انا فهمت الشخص اللي قدامي بتعامل معاه ازاي، ايه اللي بيحتاجه، ايه اللي بيحبه، ايه اللي بيكرهه، ايه اللي بيعصبه، ايه اللي بيرضيه، وبالتالي يبقى في هناك لغه جيدة جدا في الاستقبال والإرسال، وبالتالي بنجنب أنفسنا مشاكل كتير جدا، وبيكون بيختصر مسافات في إقناع الآخرين، وبيكون إنسان عادة ناجح. وما أعتقدش إن في أي شخص بيكره إن يكون ناجح، بالعكس كل يسعى إلى أن يكون ناجح في حياته العملية وحياته الأسرية والزوجية خصوصا. هذا هو مفتاح هذا الاستبيان. اللي ليه أي تساؤل، أنا في انتظار أي تساؤل على الاستبيان. اللي جم متأخر ممكن نبقى نعيده على الجروب عشان بس نخلص. طيب انا اتمنى بس من بعض يعني الاخوه والاخوات اللي كاتبين اساميهم باللغه الاجنبيه، انا اتمنى ان يكون الاسم، لان احيانا الواحد مش يعني ما بيتاثرش بيه انه يقرا الاسم كما هو، ويخاف ان يخطئ في قراءه الاسم فيسيء الى الشخص. فرجاء يعني لو يحاول يكتبه الى حد ما، لكن هي الاسامي معظمها واضح، اتمنى حتى لو هيعمل مشاركه يعملها باللغه العربيه. وانا سبق يعني قبل كده قلت انا عايز اللغه العربيه جدا يعني. ماشي ممتاز. لا دي ده كورس 5 ايام. طيب ندخل على الشرايح استاذه مريم، نشغل العرض. طيب احنا الان قلنا رخص قياده الاسره في سببين او في شرطين عشان اقدر اقول ان هذا الشخص يستحق ان ياخذ رخص قياده الاسره عشان تسير بامان في طريق الحياه. قلنا الشرط، قلنا السبب الاول او الشرط الاول، اول نقطه الاولى، مش عايزين نقول شرط، ان يكون يعلم، يعرف ويتعلم جيدا دور الاب ودور الزوج، وينتقل بين الادوار بدون مشاكل، ولا يشعر ان هناك قيد او طوق يقيد حريته بزواجه او بوجود اطفال في حياته. طيب النقطه الثانيه المهمه، النقطه الثانيه ان يحسن الاختيار. طيب حضراتكم من وجهة نظركم يعني ايه يحسن الاختيار؟ ايوه احمد عبد المجيد في مشاركاتك ما شاء الله، في معانا ناس من اللي كانوا موجودين معانا قبل كده. طيب بنقول عشان يحسن الاختيار، كيف يحسن الاختيار؟ كيف يحسن الاختيار؟ هل ان انا اكون شعرت برغبة قوية او راحة شديدة للشخص اللي قدامي فقط؟ ايوه على اساس الاخلاق ونعم
مادة أو فعلا الجمال، كل هذه الأمور فعلا مقبولة، مش مشكلة. على فكرة هي الدورة مش للمتزوجات ولا للعزاب، أنا عاملة أمور يعني مصطنع الأمور بحيث إن اللي هتحضر من الشاب أنا أتمنى إنها تحضر، وإن كانت مخطوبة أنا أتمنى إن هي وخطيبها يكونوا حاضرين، أو أتمنى وزوجها يكونوا حاضرين. الدورة عامة هتشمل المحاور للي هينخطبوا أو مخطوبين والمتزوجين أيضا، وإن شاء الله إحنا في محور العاطفة والبنية العاطفية مهم جدا 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 بكل تفاصيله، سواء المتزوجين أو غير المتزوجين. أيضا عندنا استبيان الدكتور حمدان والدكتورة إيمان، ده كان الدكتور عمل استبيان مش هتلاقوه على النت، خاص بيه هو وأنا عدلت عليه، عشان يقيس السعادة الزوجية سواء المتزوجين أو هيتزوج وعنده شريكة حياة، فبعض بنود بيقيمها ويحكم. إن شاء الله إن شاء الله كل لازم قلنا كلها عبارة عن مؤشرات وليست أمور قاطعة، يشوف مدى التوافق اللي بينه وبين شريك الحياة سواء كان زوج أو زوج. إن شاء الله ده هنحاول نوزعه في الأيام الأخيرة بإذن الله، واللي هيكون لي يعني أي سؤال فيه إحنا بنرحب بأي سؤال معاكم، بس مش هيتوزع الوقت إن شاء الله. طيب إحنا بنقول هو اللي موجودين معظمهم ممكن يكون يشمل العازب أو المتزوج، مفيش إشكالية. طيب هنرجع للمحور الثاني زي ما قلنا، إنه يحسن الاختيار. يحسن الاختيار يعني إيه؟ أول شيء أن هناك أربع أنواع من التوافق أو خمسة في شريك الحياة قبل الزواج. قبل الزواج هناك خمس أنواع من التوافق اللابد التي تكون متوفرة بين الزوجين أو بين شريكين الحياة بداية. إيه هم الأنواع؟ أنا هقول لكم الأنواع الخمسة، وعايزين ندي لكل نوع إشارة مرور. هقول إزاي؟ إحنا عندنا التوافق الاجتماعي، التوافق المادي، التوافق الذكائي، التوافق الثقافي والتعليمي، التوافق الديني. أنا هشرح كل واحدة، بس خلينا أقول الديني عشان الناس ما تفهمناش غلط. التوافق الديني هو مفهوم الدين عامل إزاي، بغض النظر عن التزام أو عن لا، أنا فاهمة الدين إزاي، وبالتالي في توافق زي ما أنا بكون فهمها سواء من فوق أو من فهمها من تحت أو فهمها بفهمي منخفض للدين أو فهمي مرتفع للدين، فلابد أن يكون في توافق لمفهوم الدين عند الشخصين ايا كان. احنا لا نتكلم الان عن امور لا، حجم الالتزام بينهم الاثنين يكون في نوع من التوافق. كويس. طيب انا هضرب مثال، انتوا هتقولوا لي ادوا لي اشاره مرور ايه. طبعا عندنا اشارات المرور اللي هي طبعا الحمراء والخضراء والبرتقاليه او الصفر اللي هي تحذيريه. طيب انا هضرب مثال بالاجتماعي. التوافق الاجتماعي بديله اشاره حمراء، ما ينفعش أتجاوزه إطلاقا، ما ينفعش أتجاوز عدم التوافق الاجتماعي بين شريكين الحياة إطلاقا. أنا بقولها لكم من خلال مشاكل من خلال كتب، عدم وجود توافق اجتماعي إلى حد ما بين الزوجة والزوج أو المخطوب والمخطوبة بيعمل مشاكل كتير جدا بينهم، بيعمل مشاكل منهم كتيرة، خاصة لو كان الزوج أقل من الزوجة بكتير أو حتى بقليل، بيعمل مشاكل وحساسية على مدار الحياة. طيب إحنا ادينا له، هنقول لي بعد كده إحنا ادينا للتوافق الاجتماعي إشارة حمراء. أنا الآن هقول نوع من أنواع التوافق وحضراتكم تكتبوا تقولوا هنديله إشارة إيه. خلينا نقول التوافق الديني، نديله إشارة إيه، حمراء ولا خضراء ولا برتقالية أو صفراء؟ حمراء. ما شاء الله الأستاذ محمد جاهز. حمراء. طيب تحب تقولوا ليه؟ حد يحب يشارك ويقول لي ليه نديله حمراء؟ طب ما نديله تحذيريه، ما نديله خضراء. احنا قلنا ان التوافق الاجتماعي اشاره حمراء، وانتم الان بتقولوا ان التوافق الديني فعلا اشاره حمراء، ليه؟ خط احمر لا يتجاوزه بالفعل، لان اساس بلاقي السليم صح. الحقيقة أنا مش عارفك أو اسم حضرتك، اعذرني، يا ريت تكتبوا لي بالعربي عشان لو كان في مشاركة أقدر أتفاعل مع حضرتك، معلش أو حضرتك سامحيني. طيب صح، عشان فهم الدين هيقيم نهال. أيوه طيب شكرا ليك أستاذة نهال. طيب فعلا التوافق الديني دي من النقاط اللي هم كتير بيغفلها الشاب وتغفلها الفتاة.
يكون مفهومها للدين بمستوى معين، وممكن تتنازل عن بعض الامور وتقول ما ان شاء الله بعد ما نتجوز ممكن هعدله وممكن هنتغير وممكن ان شاء الله باذن الله انا هقدر. وهو كذلك ممكن ياخدها يكون هو مستوى الديني مفهومه الالتزامي او مفهومه للدين او درجه التزامه بمعنى اصح بمستوى معين، وياخد واحد اقل منه في الالتزام وطريقه مفهوم فهمها للدين مختلفه، لكن بيعشم نفسه انه ان شاء الله هيخليها تتحجب وانه هيعمل كذا وانه هيعملوا مع بعض وانه هيصوم وهكذا. كل الامور هذه احلام وهميه في الخيال، لا تدخل الحياه الزوجيه وانت تحلم كثيرا باساسيات. احلم في الفروع لكن لا تحلم في الاساسيات. هناك خطوط حمراء في الحياه الاسريه لكن تجاوزها، من ضمنها التوافق الاجتماعي ثم التوافق الديني او الالتزامي، لان هنعمل المشاكل كتير جدا. وكم من واحده فسخت خطوبتها، وانا الحقيقه يعني كنت من المؤيدين انها تفسخ خطوبه لان الالتزام عند الطرفين مختلف، يعني اذا كان ده من مرحله الخطوبه فيعني الحمد لله ان ظهر مرحله الخطوبه، لكن ممكن الانسان بتستمر نظرا خاف انها يقولوا عليها فشلت خطوبتها او هو بيعشم بنفسه باشياء، ولكن سبحان الله بتعمل مشاكل كثيره جدا ايا كان نوع الالتزام بتاع الشريك او الشريكه الفتاه او الشاب. فاحنا لابد ان احنا يكون في نوع من التوافق في النقطتين دول. طيب خلينا نقول المادي يديني اشاره ايه استاذه ياسمين؟ فروع زي ايه؟ طب احنا هنتكلم عنهم، هنتكلم عن الموضوع ده بس اذكرني بعد كده ان سالتكيش ان ما جاوبتكيش عليه. طيب حاضر. طيب حد استاذه نهال خضرة، ممتاز. كله موافق على خضرة؟ طيب ما شاء الله، انتوا حضرتوا الدوره دي قبل كده ولا ايه؟ طيب هو فعلا اشاره خضرة. ليه؟ طب ايه ما ندهاش اشاره صفراء؟ ليه ما نديهاش اشاره صفراء؟ اه انا عارفه، انا بمزح معك استاذ محمد، نعم انا عارفه. طيب ليه ما نديهاش اشاره صفراء بين البنين؟ لان الامور الماديه يعني مش ثابته، في انخفاض وفي علو. يعني إن كانوا النهاردة كان فقير بكرة ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، ممكن تكون واخدها غني أو واخدها غنية وممكن سبحان الله تلاقيه في أرثى. نقطة المال ما هياش أساس فعلا في كل حاجة إطلاقا، لكن إلى حد ما ممكن لما يكون فارق كبير جدا بينهم بيغطي أشياء أخرى، اللي هو المستوى الاجتماعي المستوى التعليمي يغطي أشياء أخرى لكنه مقبول، لكن مقبول. الحكاية عملية توازن، فبالتالي المادة والمال، المستوى المادي والمستوى المالي يعتبر بالنسبه للعائله، طبعا نتكلم عن المستوى العائلي ليهم كبدايه، يعتبر خط اخضر ومتفائل. هل هياتي بعد ذلك؟ هو الكلام ده بيبقى جميل يا استاذ محمد، بس في الحقيقه لابد ان هناك امور يعني ايه تجبر هذا الكسر وهذا النقص لو كان شديد قوي في الوضع المادي بين العيلتين. لابد ان يكون التوافق الاجتماعي موجود، وده اللي هيجبر الكسر اطلاقا في الوضع المادي بينهم، وبرضو الشهادة وما إلى ذلك. طيب ناخد التعليمي والثقافي، يديله إشارة إيه؟ يديله إشارة إيه؟ إشارة حمراء ولا خضراء ولا صفراء؟ ما شاء الله الأستاذ محمد على طول دايما ما شاء الله يعني، وأنتم بعد وأنا أختلف. أستاذة نهال حمراء، ماشي. أستاذة منال، أهلا بيك أستاذة منال شلبي، أهلا بيكي حمرا. حد يعني، طب ما حدش عايز يختار حاجه بين الاثنين؟ تقول لكم يعني يا اخضر يا احمر، مفيش حد ممكن يختار حاجه ثانيه غير كده؟ طيب المستوى التعليمي والثقافي، اهلا بيك يا سلمى، يا اهلا بيكم، اهلا بيكم. طيب خلينا نقول لا، المره دي انا هخالفكم، هنديها اشاره صفراء او اللي هي البرتقاليه او البرتقالي. ليه؟ هي برضو عملية توازن، لأن الفرق الكبير حتى لو كان في توافق اجتماعي وفي توافق مادي، لكن المستوى التعليمي والمستوى الثقافي مختلف جدا بين الزوجين أو بين شريكين الحياة بيعمل مشاكل وبيعمل حساسية شديدة، خاصة لو كانت الزوجة أعلى من الزوج. والآن في هذا العصر يعني في الفترة الأخيرة من 5 أو 10 سنين أو أقل من كده ممكن،
بدأت تظهر عند المصريين خصوصا، يمكن في مجتمعات أخرى ممكن كانت موجودة، لكن عند المصريين بدأت تظهر نقطة إن الزوج بدأ يبص إنه ممكن هو يعلو ويعلو ويعلو حتى بعد ما يتزوج، سواء يرتقي تعليميا وشهادات وخبرات وتطوير ذات، والزوجة تكون فقط مثلا للأولاد وللبيت، وتجبر كسره وتجبر نقص أشياء هو كان بيعملها في البيت. ثم في وقت من الأوقات يجد الزوج أنه أعلى بكثير من الزوجة، وهنا تقع الكارثة. هي تنتظر أنه يمدح تضحيتها، وأنها وقفت وراه وقفت جنبه عشان يصل إلى هذا المستوى، وهو يريد أن ينظر جنبه ما يلاقيهاش، يلاقيها وراه. فبالتالي بتحدث مشكلة بعد كده، ويقول أنا عايز أخد واحدة من مستواي. فالمستوى التعليمي والمستوى الثقافي هو متغير وليس ثابت، متغير. ولكن حينما أبدأ الحياة لابد أن يكون في عملية توافق إلى حد ما، ولو كانت متباعدة أنا ألحق أقرب المسافات بيننا وبين بعض، ما خليهاش الفجوة كبيرة جدا. لكن الوضع أو التوافق الاجتماعي ليه ما ادولوش إشارة صفراء؟ لأنه لا يمكن تغييره. يعني معلش، عايزين نقول الأب والإخوات والأهل واسم العيلة والأشياء دي كلها لا يمكن تغييرها، مستحيل تغييرها، مستحيل. فبالتالي مهما تعمل مش متغير، ده شيء ثابت ما تقدرش تيجي جنبه. لكن التعليمي والثقافي هو متغير ومتضارب بين ممكن اعلى النهارده وهو يعلى عني، وابدا اخد شهادات وما الى ذلك، ويكون في نوع من التقارب الثقافي والتعليمي ايا كان المستوى، سواء المستوى منخفض او المستوى مرتفع، ممكن يكون في نوع من التوافق. طيب هناخد نوع تاني اللي هو الذكاء، ده النوع الخامس. معنى الاشارات، احنا قلنا 5 انواع. طيب عقبال هم ما يكتبوا اللي احنا بنقول الذكائي اللي هو الذكاء، نديله اشاره ايه؟ ماشي، خليني اشرح للاخت ان احنا بنقول ان احنا في 5 انواع من التوافق في طريقه اختيار شريك الحياه. طريقه التوافق الاجتماعي والمادي والثقافي والتعليمي والذكائي والديني او الالتزامي. ال5 انواع دول احنا بندي لكل واحد منهم اشاره على اساس انه مسموح بي اني اتجاوزها. يعني لما قلت الاجتماعي لا يمكن اتجاوزه، اديت اشاره حمراء. الاشاره الخضراء اني ممكن اتجاوز، يكون في فوارق بيني وبين شريك الحياه، يكون في فوارق ما فيش مشكله. الاشاره الصفراء طبعا ان الفوارق بحساب، الفرق بين الاثنين تكون بحساب. وضحت استاذه سحر؟ طيب يعني نسبي. طيب ممكن مع الشرح نقدر طيب احنا قلنا الذكائي، يا ترى هيدي لي ايه؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب هندي له ايه؟ استاذ اميره ندي له خضره. طيب حد يخلفها؟ فين الاستاذ محمد؟ ايوه خضره برضو. اصفر. طيب على كل الالوان يعني. طب ما ينفعش ندي احمر؟ ما ينفعش ندي احمر؟ اصفر. طيب هو فعلا احنا هنديها اصفر ما شاء الله، زي ما انت قلت، واحنا كده ما شاء الله يعني ضمننا ان كل اللي موجودين على مستوى عالي من الكفاءه في اداره الاسره ان شاء الله باذن الله. طيب احنا بنقول اصفر ليه؟ ليه ما يكونش احمر وليه ما يكونش اخضر؟ الحقيقه هي يمكن دي مش موجوده من، يعني لو بحثتوا في بعض الدراسات والابحاث في التوافق هتلاقوا الاربعه بس، لكن احنا مؤخرا اضفنا الخامس اللي هو الذكائي من خلال ما شفنا وقع المشاكل الان في الحياه الاسريه في المجتمعات الان. حينما تجد الزوجه، احنا قلنا انها اصفر لانها قابله للجبر، يعني بمعنى لو مثلا هو مستوى الذكاء، هو انت عارفين طبعا ان الذكاءات متعدده فيها انواع، لكن احنا كاشخاص بنتعامل مع بعض ونقيم بعض من خلال نوع واحد من الذكاء، وننظر له للاخرين من خلاله اللي هو الذكاء التصرف، الفهم المعرفي فقط. لما ننظرش الى الانواع الاخرى اللي هو زي الذكاء العاطفي الاجتماعي، كل هذه الانواع جميله جدا وبتوظف في الحياه. لكن حينما تيجي الزوجه وتقول لي انا مش مقتنعه، يعني انا مش كارهه زوجي، ولكن انا حاسه انه مش بيفهم هذا اللفظ، مش حاسه انه مش بيعرف يتصرف، ما بيعرفش يتصرف في المواقف، انا بعرف اتصرف افضل منه، عقله مش قادر يقنعني ان انا اقدر استوعبه،
تزود. عمل مشاكل كتير في الفترة برضو الأخيرة، وجدنا إنه إن مستوى الذكاء لابد أن يدعم، وأن كزوجة أنظر ألف البوكيه الورد عشان أشوف اللون الأحمر وأشوف اللون الأخضر وأشوف كل البوكيه من كل النواحي، مش فقط أنظر عند حد من بوكيه الورد وأقول أنا مش عاجبني اللون ده. ما أنت ممكن تدوري الفازة وتشوفي كل الألوان اللي موجودة، فأنت ما تنظريش أو أنت ما تنظرش لشريكة الحياة من خلال نوع واحد من الذكريات إن كنت متزوج. أما إن كنت هتختار فيفضل إن أنت تحاول يكون في من التوافق في الذكاء بينكم وبعض. لو لحد النجاح العملي في الحياة، أنا هقول لك اللي يفضل إن تكون الزوجة ذكية، إن كان الزوج معرفي، يعني إحنا بنتكلم في حسن التصرف، إن الزوج يكون عنده حسن التصرف، وممكن الزوج يكون عنده نوع تاني من أنواع الذكاء العاطفي الاجتماعي وما إلى ذلك عشان الحياة تمشي، أو العكس. لكن للأسف الشديد أصبح في جراءة وجرأة على إني أنا مش عاجبني ده فممكن أطلق عشانه. فبالتالي أنا بقول لا، هو نقطة مهمة إن تراعي عند اختيار الشريك. ممكن الحياة بتاعتهم هتمشي ببطء نظرا لأن مثلا هم ذكائهم في حسن التصرف بيكون ضعيف، هيجدوا مشاكل كتير مع بعض، لكن مش مشكلة يجدوا مشاكل مع بعض، أفضل من إن حياته تمشي بشخص واحد التاني يا إما هارب يا إما طفشان يا إما مش قابل الحياة دي لأنه مش مقتنع أو مش عارف يعيش مع إنسان منخفض الذكاء. أبص على البوكيه بالعكس، ده لو كنت متزوج وأنا يعني أضطر إن أنا أعيش في الحياة فأنظر لها من جميع الجوانب، وإن كنت إنسان متعقل وشايف إن في إيجابيات عالية جدا في شريكة الحياة لكن هناك عدم حسن التصرف لحد ما وأنت متقبلها لأنك محتاج الذكاء العاطفي والاحتواء العاطفي من الزوجة والاحتواء الاجتماعي من الزوجة فهذا أمر مقبول، لكن عليك أن تعي، عليك أنك تكون عارفه بشكل جيد أن هذا ليس نقصا فيها، لكن هي عندها نقطة الذكاء في أخرى هي مش متوفرة عندك، فتكون متقبل الأمر بشكل جيد جدا، وبالتالي ما تجيش في يوم من الايام تندم. حتى ان بعض الزوجات تقول لي انا عارفه ان هو عنده ايجابيات كذا وكذا بس مش قادر ان يتقبل، لما بيتحط قدام اخوه في موقف معين او قدام اصدقائه في موقف او ان احنا في الشغل مع بعض ولاقي عدم حسن تصرف منه فده بيستفزني بيخليني انا مش راضيه عنه، او العكس الزوج لما يشوف وسط اخواته البنات ويجد ان زوجته ما عندهاش حسن تصرف في موقف معين فبالتالي بيحكم عليه انه عايش مع انسانه عفوا سامحوني في اللفظ عندها نسبه من الغباء، فبالتالي بيشعر بضيق من النفس، وهنا هتنطلق الى نقطه عدم القبول، واحنا هنتكلم عن نقطه عدم القبول في بقى حاور نقطه خطيره جدا لانها بدايه للكره. فاحنا يعني احنا بننبه الان انت مضطر الى هذا وعايز هذا الاختيار، فاعلم جيدا ان هذا ليس شيء وحش لكن جميل، لكن من وقت الى الاخر انظر الى بوكيه الورد من جميع زوايا. هو انا ممكن لا حضرتك يعني يا ريت حرفك يا ريت تكتب بس اسمه او تكتب اسمها، لا حضرتك تعرضي مشاركتك اعرضيها، لكن لو ساكته ما فيش مشكله بتتكلم. لا طيب كده احنا قلنا انواع التوافق الاجتماعي، انواع التوافق قبل الزواج 5 انواع، هننطلق الى نوع اخر بعد الزواج. يعني احنا لو تحقق هذه الخمسة من التوافق هتؤدي الى 3 اشياء توافقية ايضا في الحياة بعد الزواج. فيما قبل الزواج الخمس توافقات، حد لي سؤال فيهم؟ لو حد ليه سؤال يكتبوا. احنا قلنا دلوقتي 5 توافقات، بعد الزواج هناك 3 انواع من التوافقات، التوافق النفسي والعاطفي الفكري. دول بنحطهم في مثلث. طيب ماشي حاضر، قولهم تاني يا استاذ احمد. بعد الزواج يعني الخمسه دول بيؤهلوني الى ان اصل الى 3 انواع اخرى بعد الزواج. بداية ونحطها في مثلث هتكون القاعدة اللي هي التوافق العاطفي ثم النفسي ثم قمة المثلث في الفكري. يعني ايه التلاتة دول؟ العاطفي التوافق العاطفي الحقيقة يعني يمكن نص المجتمعات عايشة بهذا النوع من التوافقات. التوافق العاطفي هو احتياج الزوج للزوجة واحتياجها ليه، احتياجه كغريزة، وبتعيش الحياة على هذا المنوال. قد يكون هو من النوع اللي بيعرف مثلا في توافق في طريقه منح العواطف لبعض لكن عنده تضارب في اشياء اخرى، يعني هو بيعرف
يعطي العواطف بالكيفية اللي هي عايزاها، وهي برضه بتديله العواطف بالطريقة اللي هو عايزها. ده نص المجتمعات، أو عايز أقول ثلاث أرباعهم عايش بهذا النوع. هذا النوع لو الأسرة اتكونت عليه فقط ما تضمنلهاش الاستمرارية، لأن أحيانا في بعض المواقف ما بتبقاش هي الأساس في اتخاذ القرارات، فلابد يكون في توافق آخر وهو النفسي. التوافق النفسي اللي احنا هنعرفه في الاحتياجات الستة، الاحتياجات العاطفية اللي بين الزوج والزوجة، وإن أنا أبقى قاعد مرتاح مع الشخص اللي قدامي وأنا بتكلم معاه، أو أنا لما بشوفه ما بحسش إني زهقان أو إني كارهني أو أنا كارهه. أصل حالة أخرى من الارتياح أو التوافق النفسي، لأن أنا عندي توافق اجتماعي مادي ذكائي التزامي، كل الأنواع دي موجودة، فبالتالي بتخلي إني أقدر أتعايش مع الشخص كتوافق عاطفي، أمنح والعاطفة تحمل العاطفة بالطريقة اللي أنا أفهمها وبالطريقة اللي هو يفهمها، في تبادل في فهم العواطف بيننا. ثم النفسي، أنا برتاح نفسيا وهو يرتاح نفسيا معايا. ثم أعلاهم، ودي للأسف الشديد شريحة قليلة شوية، التوافق الفكري. اللي يوصل إلى هذه المرحلة التوافق الفكري هو إن حينما زي ما بيقولوا كده يعني عندنا، أنا بقول قبل ما أقول الكلمة يكون هو قايلها، قبل ما أقول الفكرة يكون هو قايلها، قبل ما أقول حل أو وجهة نظري في قضية يكون هو قايلها برضه. ده أهم نوع اللي هو التوافق الفكري، وأعلى مستوى من السعادة الزوجية، وكمان اللي بتؤدي إلى سعادة أسرية، اللي هو التوافق الفكري. لأن إحنا لما بنكون متفاهمين فكريا كمان، أنا أعرف هو بيفكر في إيه وهي بتعرف، وأنا أعرف هي بيفكر في إيه، ففي نوع من التجانس، نوع من الاهتمامات المشتركة بيننا وبين بعض. أنا عرفت نمطه وعرفت إيه اللي فيه، هو عرف نمطي وعرفت أنا إيه، وهكذا يكون في نوع من التوافقات الثلاثة. ده أمر يعني سريعا بيطول شرحه شوية، لكن ده الموجز اللي ممكن تقدر تستفيد منه في نقطة ما قبل الزواج وبعد الزواج. كل ده عشان يؤهلنا أن احنا ناخد رخصة قيادة الأسرة إن شاء الله، عشان نكون أسرة سعيدة بإذن الله. طيب كده دول الشرطين، هننطلق إلى الشريحة اللي بعديها، بس خلي دي بعد شوية، ممكن ناخد اللي بعده. طيب بماذا يقود اللي حابب اللي احنا قلنا يعني بعد اللي احنا شرحناه، لو حابب يطرح سؤال يكتبه لنا. طيب احنا الان بنقول بماذا يقود الزوج او الزوجه الاسره، الان احنا بنقود الحياه الزوجيه، هنقودها بايه؟ بعاطفتنا يا اما بعقلنا، وده بشكل عام مش ضروري في الاسره بس، اوضح اكتر. يعني ممكن حضرتك او حضرتك تكون سايق العربيه، وبعدين وانت ماشي لقيت خناقه وفي واحد مظلوم قدامك بينضرب مش قادر يدافع عن نفسه، فجاه خدتك العاطفه ورحت نازل بسرعه جرشت العربيه على جنب وقمت عشان تحاول تدافع او تساعد هذا الشخص. يبقى هنا الدافع للتصرف هو دافع عاطفي. طيب موقف اخر، حضرتك راكب برضو العربيه واتصلت عليك زوجتك او اختك او اي حد او صديقك حتى، وقال لك معلش عدي عليا عشان تاخد كذا او هات لنا حاجه من الطريق، فانت بدل كنت ماشي يمين خدت شمال عشان هتروح تجيب. هنا يبقى كان التفكير بناء على عقل بدايه، لكن طبعا احنا بنمر بالمرحلتين، بنمر بالعاطفه ثم التفكير ثم اتخاذ القرار او السلوك، لكن احيانا بيكون العاطفه احيانا بيكون السلوك على طول مباشره بناء على تفكير انا هاخد قرار لشيء معين. احنا ناخد بعض البرامج العقلية وبعض البرامج أو الأنظمة أو المحاور في النقطة القلبية عشان نقدر نعرف أنواع الحب، هنقدر نعرف لماذا ينتهي الحب، هنعرف هل فعلا ممكن يتم الحب من أول نظرة زي ما بيقولوا. كل ده هيكون في المحور القلبي، لكن إحنا هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالمحور العقلي اللي هو برامج. طيب هرد حضرتك بس أقلب الشريحة. ازاي نحدد التوافق الفكري؟ هل بأغلبية التوافق على القضايا المطروحة أم بماذا؟ هو ده يعني عايز أقول ما شاء الله موضوع بيحتاج عدة تأهيلات، عدة تأهيلات، خاصة لو حضراتكم مخطوبين في البداية يفضل قراءة كتب مع بعض ونقاشها، بحيث أن يتم التوجيه في خط واحد، يتم التوجيه في خط واحد، فنقرأ كتب معينة وتبدأي تقيسي، عفوا اسم حضرتك نهاد، تبدأ تنزي حضرتك أستاذة نهاد أو أي حد، أشوف
مدى إمكانية ناهض خلاص. نقدر نقيس أنا لما قرأت المعلومة دي هو شافها إزاي وأنا شفتها إزاي. طب يا ترى هو تقبل الفكرة دي ولا يا شيخة ده تنمية بشرية بلا وجع راس ولا ده كلام كتب؟ أنا لسه كانت إحدى الأمهات بتكلمني اليوم وتقول لي أنا لو رحت قلت لزوجي هذا الكلام مع إنه دكتور في الجامعة أقول لها ده كلام كتب ولا وجع راس ولا تاخدي كلام الناس دول ولا رغم الدكتور جامعة. لكن هذا هو من خلال بعض الكتب او بعض المحاور او بعض الاشياء اللي انت بتقترحيها في فتره الخطوبه عشان يعمل عمليه توافق فكري، وبالتالي من خلال النقاشات بتقدري تطلعي ببعض الاولويات اللي تتفقوا عليها. والله كانت اولويات متفق عليها. طبعا خدوا بالكم الفتره دي بيكون في تجمد بشكل عالي جدا جدا جدا، لكن مع فتره الخطوبه مش طولها قوي ولا قصارها قوي، لكن طولها اللي بحد وسط الى حد ما الانسان مهما بيحاول يتجمل بواقع. دائما في الكتب يقول لك هو بيتجمل، بيتجمل، لكن في محكات حقيقيه بيبان فيها الشخص مع فراسه من الشريك او الشريكه. بتقدر حتى اقول لكم على حاجه، بتجي لي مثلا بنت مخطوبه وتقول لي انا مش مريحني الموقف ده منه، مش عارفه ليه مش مرتاح، انا عارفه ان هو قابلني وكل حاجه وبيننا محبه وكل شيء، بس انا حاسه ان مش مريحني هذا الموقف، مش مريحني هذا السلوك. وبالتالي مهما تتجمل هناك امور تفضح هذا التصرف. فعليك من خلال بعض التوافقات الفكريه الثقافيه، القراءات، اخذت دوره مع بعض، قرات كتب اتناقشت فيها، قرات مقالات، مثل هذه الامور بتعلي مستوى التفكير عند الاشخاص وتخلي فيها ساعه افق ومدارج بتتسع. حتى بعد كده وانتم مع الابناء بيكون طريقه تعاملكم مع ابنائكم بيبقى فيها نوع من ساعه الافق العاليه جدا والكبيره جدا، مساحتها بتكون اكبر من الانسان. انا بشوفها في اسر كتير جدا. طب انت عندك ايه من الافكار عشان تحل مشكلتك مع ابنك؟ مفيش، يا اسلوب الضرب يا التسيب يا بعض من كلمتين اي حد قالها وما قدرتش تطبقهم، لان مستوى الثقافه عندها منخفض، مستوى التوافق الفكري. حتى لما تيجي بقى تتناقش مع زوجها في مثل هذه الامور تلاقي هو يمين وهي شمال. التوافق الفكري لابد يتم بدايه زي ما قلت، ثم يكتمل حتى بعد الزواج. هو بدا ياخد حاجات معينه كده، يا ريتك تحاول انك يعني تفهمي حتى لو هو حاجات في صميم شغله ممكن على بعض الاشياء منها، بحيث انك تقدري تجاري معاه في الحياه. وان كان هو برده كذلك على الاقل بيعرف انت ماشيه ازاي في شغلك او تطويرك للعمل، برده بيكون هو معاكي على نفس الخط، وبالتالي يحصل توافق عالي جدا فكري. اتمنى ان يكون موجود عند كل اللي موجودين سواء ان شاء الله او ان كانوا متزوجين حاليا، لانه بيحقق نسبه سعاده عاليه جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا يعني ما بنذكرش الاسباب الدينيه، التوكل على الله، واصفر بذات الدين، امور دي بعتقد ان احنا امور مسلم بيها كلكم عارفينها، تجين ان احنا نقف عندها يعني كثيرا لان امور مسلمات. وهل كون احد الشريكين اعلى ثقافه لا يعد توافقا؟ لا، احنا لو حضرتك ما حضرتيش معانا من الاول ممكن يعني تشوفيها بعد كده، انه الثقافه والتعليم قلنا امور ممكن قابله للتغيير والعلو والنزول، فممكن تكون لا مش عدم توافق، لا هي مقبوله، ولكن لابد يكون في يعني عايزه اقولها لك ازاي، هو ممكن يكون شهادته عاليه لكن لا يهتم ابدا بالقراءه ولا يعي بهذه الامور التطويريه ولا تنميه بشريه ولا يعني دورات ولا هذه الامور الا قد، فهنا رغم شهادته لكن طريقه ثقافته مختلفه. فانت حضرتك انظري لبقيه الجوانب وقيمي الوضع، هل هذا في بعض الزوجات نفس الوضع؟ فخلاص هما الاثنين اختاروا توافق معين، في توافق. انا فاهمه الدنيا برضو كده، مش عاجبني يعني كان الكتب والحاجات القديمه الجديده دي مش نفع، فخلاص ده توافق بينكم وبين بعض بغض النظر انه خطا او صواب. طيب خلينا ننطلق الى ماشي استاذ علاء تحت امرك في اي سؤال او اي سؤال من اي احد الاخوه الموجودين او الاخوات. خلينا نقول واريح، احنا دايما متعودين معلش كلمه الاخوات عشان هنا في نظام السعوديه يعني. الشمس والريح، اكيد انت سمعت القصه دي قبل كده اللي هو تحدي بين الشمس وبين الريح على شخص لابس جاكيت. الشمس قالت للريح تتحداني في اني اخلي الراجل ده يخلع الجاكيت؟ قال لها لا، انا اللي هتحداكي الاول اني اخليه يخلع الجاكيت. قالت له طيب قبلت التحدي. بدأت الريح تشتد، فمنطقي اي حد فينا لما الريح بتشتد يمسك بجاكيته يحاول يزرر الزرار. اشتدت اكتر، بدأ يشتد هو في مسك الجاكيت، اشتدوا اكتر، هبت الريح بدأت تخلي الجاكيت ممكن يطير من عليه، فزرر الزرار كلها او عمل السوسته وتمسك بيه من اطرافه اكتر. ضحكت الشمس
وقالت له ده دوري، خليني أوريك إزاي ممكن أخليه يخلع الجاكيت. بدأت الشمس تحمى، فالراجل بدأ يحس بالحر شوية، بدأ يتأثر، اشتدت شوية بدأ يفتح السوستة أو الزراير، اشتدت أكثر فزهق قوي فراح خلع الجاكيت. ما هو الشاهد من هذه القصة؟ أنتوا معانا؟ حد يقول لي الشاهد من هذه القصة، أو هو عايزة تقول إيه القصة؟ حد من الحضور اللي معنا الكرام يقدر يشارك أو يحب يشارك، قول لنا إيه اللي استفادوا من اللين؟ أيوة أستاذة ناهد، اللين، ممكن فن التعامل. طب إحنا بنقول إن الأمور تتكيف مع الظروف المحيطة. جميل جميل. طب أنا عايز أقول الأمور مش بالقوة، ليست بالقوة ولا العنف الشديد. كل واحد ليه مميزاته، نعم كل واحد ليه مميزاته، بس المميزات دي تستخدم امتى وتستخدم ازاي وتستخدم بكيفية ايه. هي الشمس ما اعتمدتش على قوتها ولا اعتمدت على العنف زي الريح، ماشي. كل واحد صح له صلاحيات وله طريقته، لكن الشاهد منها ان انا ما اخدش الامور بقوة ولا عنف ولا شدة اطلاقا، سواء من الزوج او من الزوجة. الأمور كلها تتاخد بنوع من الذكاء، نوع من اللين، نوع من الحنكة. هي هكذا هي الحياة الزوجية خصوصا. قد يكون في الحياة العملية برة بتحكمك ضوابط وقوانين ولوائح وعقاب وجزاء وما إلى ذلك، فأنت محتاج مثل هذه الآليات ومثل هذه الصفات والمهارات، ولكن في الحياة الزوجية أنت محتاجها أشد وأشد، لأن ليس هناك ضوابط غير ضوابطك الأخلاقية. فبالتالي أنت محتاج أن ألا تستخدم القوة والشدة والعنف أنت ولا هو. إحنا محتاجين نستخدم الذكاء في إدارة الحياة الزوجية، ماشي. إحنا هنرجع يعني هنسترجع هذه القصة ببعض المواقف إحنا بنشرحها. هنبدأ بعد كده قيادة الأسرة. إحنا قلنا هناك قيادة الأسرة بنوعين، بالعقل أو بالعاطفة بداية، ثم العقل يعطي الأوامر إلى التصرف والسلوك. لكن هناك بعض الأمور اللي بتاخذ فيها قرار بدون ما يكون في يعني انفعال عاطفي بداية. قيادة الأسرة بالعقل، هناك برامج عقلية كثيرة جدا أكيد أنتم خدتوا منها كثير، لكن أنا اخترت برنامجين أو بعض من الأنظمة أو بعض من البرامج أو الأنماط، خلينا نقول ممكن تكون كده، بحيث ان انا اركز عليها عشان اقدر اعرف اتكيف او اعرف اتعامل مع الشخص، مع شريكه الحياه او مع شريك الحياه او مع الزوج او الزوجه. هذه البرامج اول نوع فيها اللي هو الاتجاه والدافعيه. يعني ايه اتجاه والدافعيه؟ الاتجاه والدافعيه نحو المتعه او بعيدا عن الالم. بمعنى ايه؟ لو قلنا الواحد عبر عن فرحتك مثلا ببناء بيت جديد، تبنيت بيت جديد او اشتريت بيت جديد، عبر لي عن فرحتك او قل لي كلمه عنه. المتجه نحو المتعه هيقول ايه؟ يقول يا سلام انا فرحان بالبيت عشان هعيش براحتي انا وولادي واعيش مرتاح، ولادي يسكنوا فوقيه، ويبدا يعبر عن انواع من المتعه في الحصول على هذا الشيء. طب الشخص الثاني اللي هو الاتجاه والدافعية بعيدا عن الألم هيقول ايه؟ هيقول يا مش احسن ما كنا ممكن ننطرد في المستقبل من صاحب البيت اللي كنا ساكنين فيه؟ هو اقرب الى التشاؤمي او الى السلبي، اقرب لكن مش دايما، لكن مش دايما. عشان كده بنسمي الاول هو نحو المتع، اتجاه او الدافعيه نحو المتعه او بعيدا عن الالم، هذا هو النوع الثاني. طب ده هنستفيد منه ايه في حياتنا الزوجيه خصوصا؟ هستفيد منه ان بيعمل مشاكل لما اجي اقنعها مثلا تروح عند اهلي، او اقنعها نعيش عند اهلي، او اقنعها برحله يكون فيها اهلي، او اي شيء اخر مش ضروري يكون فيها اهلي، او ممكن هي عشان تقنعه بفسحة معينة أو عشان بشراء شيء معين. الحوارات والإقناعات اللي بتكون في الحياة الأسرية أو طريقة التعبير
عن شيء في حياتنا بتكون بتختلف. خليني أقول الإنسان اللي حول اللي بيسعى دائما للمتعة، لما تيجي مثلا الزوجة عايزة تقنعه بفسحة، هنشوف إزاي هيكون الحوار للشخص ده أو للشخصين أو للشخص الآخر. هتقول له إحنا عايزين نروح مثلا نصيف في شرم الشيخ، إحنا بنضرب أمثلة جزافية يعني. هتقول له إيه؟ تقول له الله هناك الليل وهادي ومريح. هي بتبرز أنواع المتع اللي موجودة في هذا المكان أو في هذا القرار اللي إحنا هناخده. طيب لو هي هتقنع النوع الآخر هيتم إزاي؟ هتقول له الجو هناك مش يعني إحنا ما صدقنا خلصنا اختبارات والواحد زهقان والولاد مكتئبين، خلينا نروح هناك هيكون هناك على الأقل ما فيش دوشة. خدوا بالكم ما فيش دوشة، ما فيش إزعاج. المعنى واحد لكن المفتاح مختلف. قد يكون بعض الناس يقولوا هو إيه الدقة أوي دي في الكلام؟ هو إحنا هنقعد مع بعض ندقق؟ آه هنقعد ندقق. حاضر. آه هنقعد ندقق مع بعض. لو إحنا قدرنا نمارس هذه السلوكيات، مظبوط كده؟ ياريت تكتبي لي اسمك برضو معلش، اللي قالت لي رفع صوت أول أستاذ. إحنا بنقول الوقتي إحنا هندقق مع بعض، هندقق مع بعض، وياريت إحنا كده هنكون كده مع بعض حتى في الحياة برة، عشان أقدر أقنع الآخرين بطريقة، لأن أنا بصل إلى عقله مباشرة، أنا بصل إلى المنطقة اللي هو بيفكر فيها، بالتالي هيكون سريع ولين في اتخاذ القرار، سواء كان على حسب طبعا الظروف. يعني مش كل ما هكلمه بالطريقة دي هيقتنع، أو مش كل بكلمها بالطريقة دي هتقتنع، لكن هي دي من ضمن أكبر الوسائل والمداخل إن أنا أقدر أصل إلى حوار جيد. على أقل ما يكون هو هيفهم الدوافع، وبالتالي ممكن حتى لما يجي يرفض هيعذرك في الرفض، أو هيقول لك الرفض بطريقة بطريقة ما تجرحكيش. لكن لما تكلمي في منطقة غير المنطقة، يعني لو هو إنسان بعيدا عن الألم وجيت تقولي له، أو جيت تقول لها مثلا أنت عايزها عايزين نروح الفسحة دي أو شيء من هذا القبيل، فهتيجي تتكلم من منطقك أنت وتقول أنا زهقان يلا خلينا نروح أنا زهقان من ضغوط الشغل. لا، هي يعني هي مش عايز تشعر أن أنت أي مكان هتوديه، لا هي عايز تشعر بالمتعة اللي هتحصل عليها من خلال هذا القرار أو هذا السلوك، إن أنا لما هروح المكان ده هيبقى جميل وهنتفسح وهناكل في مطاعم. وعادة يحب كل أنواع المتع، وكل ما يجلب له المتع هو يكون سعيد به جدا، على عكس الشخص الآخر اللي هو بعيدا عن الألم. لذلك الشخص ده لما تحب لما تحب تحاوره زي ما قلنا كده، احنا بنحاوره من المنطقة اللي يفهم من خلالها عشان تقدر تحركه، او حواره عادة بيكون من النشاط والحيوية والامل ونشاط نشيط. فلو جيت تكلميه بنظرة اليأس والبؤس غير متقبل. لو جيت تقنعي زوجك بطريقتك وانت بعيدة عن الألم وهو إنسان مفعم بالنشاط، مش هيقبل اقتراحك. لكن لو كلمتيه بنفس طريقته هيقبل اقتراحك سريعا، لأنك أنت بتقولي له أن احنا هنحصل على السعادة الفلانية ونحصل على السعادة وعن المتعة الفلانية وعن، وبالتالي أنت حورت المنطقة اللي هو بيفهمها واللي بيشعر بها، وبالتالي هيتجاوب وهتتجاوب معك. طيب إيه اللي بيحرك هذا الشخص؟ اللي بيحركه هو كل ما يجلب له أي نوع من أنواع السعادة في تحقيق رغبات، ولذلك هو يساعد الآخرين فيما يجب. يعني بمعنى إيه؟ يعني لو واحدة مثلا عايزة أقول لو أختك مثلا أو أخوك أو أي حد في البيت إنسان تعبان، يحرك له سريعا الإنسان اللي هو بعيدا عن الألم، يتحرك في إنقاذه ومساعدته أسرع من الشخص اللي هو نحو المتعة. لذلك إحنا أحيانا نجد بعضنا هو في تضارب، لمرات يكون إنسان جدع وشهم ويعني يتصرف معايا تصرفات كويسة، وأحيانا في مواقف تانية كتير من الزوجات تقول لي هو يشوفني مريضة في البيت يسيب لي البيت ويمشي، وتزعل جدا
يعني انا المفروض ان انا تعبانه، فالمفروض تقف جنبي تراعيني تقولي اي شيء. ممكن يكون قام بالواجب كده، انت عايزه حاجه مش عارفه ايه ومشي، ويتعمد يخلق لنفسه اي نوع من انواع المشاوير اللي خارج البيت، بحيث انه ما يحضرش، ما يكونش موجود وقت وجودها. ليه؟ لان هو انسان كل ما يجلب له المتعه ويجلب له السعاده هو جنبه، لكن ما يجلب له الالم لا. على عكس الاخر، لما يكون هي كنت تعبانه يحاول يساعد بأقصى ما أوتي بحيث أن يرفع الألم عمن حوله. ده الفرق بين الإنسان اللي هو إحنا بنسميه المتعي، لكن مش المتعي بالاصطلاح عن المفهوم الثاني السيء، ولكن كل ما يأتي له متعة، سواء متعة المال، سواء متعة الفسحة، أي نوع من أنواع المتعة هو يحب أن يسعى عليها، نوع من السعادة يجلب له هذا القرار أو هذه الخروجة، أو حتى لو بيته، وأنت مثلا هنشتري دي حاجه معينه في البيت، هنبدل الغرفه، حاجه فرش من فرش البيت، هتكلميه بنفس الحوار، هتكلميه او انت هتكلمها بنفس الحوار، تعالي نروح عند اهلي مثلا هنقعد هناك اسبوع وهي مش عايزه. فانت ابرز لها الجانب، ان كانت هي من الانسان المتعي نحو يسعى نحو المتعه، هتبرز الجانب المتعي، وان كان نحو الالم تقول لها على الاقل هترتاحي من الطبخ، هترتاحي من كذا، فتبرز الجوانب اللي هي بعيدا عن الالم وبعيدا عن الجهد والتعب. طيب كيفية مجاراته عشان أجاريه؟ هعمل إيه؟ إني أساعده في تحقيق رغباته، هساعده في تحقيق رغباته والمنفعة. هقول لكم إزاي. هو قال أنا شفت مطعم جديد وعايزين نروح ناكل فيه، شكله كده جميل وحلو. هي تقول له إيه، إحنا لسه هنخرج، الواحد تعبان، خليها بكرة أو وما إلى ذلك. او جت تقنعه بحاجه تانية، فخلاص خليكي انت في البيت بقى، وهو هيروح يخرج لوحده مع نفسه، او يعني يسميها معلش نكبيه وما الى ذلك. فهي لو تجاري جاري في متعه هيكون الامور متقبل، لكن عايز اقول ان ده بيكون ليه بعض السلبيات، انه احيانا بيكون انسان مسرف حقيقه، لانه بينفق على كل ما يجلب له المتعه ليه وللاخرين، ممكن على اخواته وعلى اصدقائه، لو حاسس مثلا ان الشيء ده هيسعد صاحبه ممكن يعمله وينفق عليه، وبالتالي هو انسان مسرف. لكن الانسان الثاني بيكون عكسه الى حد ما، فمش ضروري انه يكون انسان متعي. احنا مش بنقول طبعا انه وحش، لكن ده انسان موجود وده انسان موجود، ده ليه زي ما بنقول ده من نقاط قوه ونقاط ضعف، وده ليه نقاط قوه ونقاط ضعف، وكله مطلوب في الحياه وكله موجود. طيب ناخد اللي بعده، زي ما قلنا البعد عن الألم، وده برضو كيفية مجاهرته. ده حواره زي ما قلنا كده في نوع من التشاؤمية شوية أو الألم دايما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في كتاب العزيز تلاقي فيه الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، لأن هؤلاء هم النموذجين. هذا النموذج يأتي بالوعد اللي قبل، هذا النموذج الثاني يأتي بالوعيد، يخاف لما تذكر له النار يخاف ويعمل، الثاني لما تذكر له الجنة يخاف ويعمل. ماشي. يبقى احنا دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى ما تلاقوا في الآيات عند ذكر الجنة تذكر النار وهكذا. فهنا الشخص ده عادة بيتجنب الألم، فتلاقيه لما تيجي حتى تحاوره كنوع من الحوار، أو عايزة مثلا تقنعيه بشيء إيماني أو تقصير في العبادات كزوج أو زوج أو حتى كأبناء، ممكن تأتيله من ناحية الترهيب، لكن الأولاني تأتيله من ناحية الترغيب، تذكروا له الأعذاب ويعني وليس كثيرا يعني، ولكن ممكن هو يكفيه الإشارة، لأنه لا يتحمل كثيرا التعذيب، يتألم. يعني أنت لما تيجي تقول مثلا عشان ربنا يعافينا من النار ويعافينا من المرض ويعافينا يعني وهكذا، لكن مش أن احنا ننغمس في ذكر السيئات والأشياء المؤلمة، لأنه هو حساس ومشاعره بتتألم جدا لأي شيء، وبالتالي هو يتحرك فجأة عشان يساعد الآخرين ويرفع عنهم الألم ويرفع عنهم الشيء اللي بيسبب لهم ضيق، ويكون هو سبب أنه اجتازوا هذه المرحلة. طيب كيفية مجاراته؟ الحقيقة زي ما قلت كده، هو على ما بيسموه المختصين أنه يعني يمشي أو بأسلوب العصا، يعني بأسلوب مش التهديد ولكن أسلوب الوعد، الوعيد عفوا، ولكن ليس يعني هو دائما تقول إحنا هنبعد عن الضوضاء، إحنا هنروح نفسح في مكان فلاني عشان الزهق، هو ده نوع من أنواع الحوار اللي هو بيفهمه. طيب هنشوف الشات.
مشاعري. لا احنا استاذه مدني مش هنربط بين ده وده، لان ده تفكير تاني خالص، لكن ممكن يكون نوع من انواع المشاعري، لكن مش تقييمه كاساس. لا ممكن يكون نوع من انواع يعني المشاعري، انه ممكن يكون هذا الشخص، ولكن ليس التصاقا، ما فيش ما يثبت ان احنا نقدر نقول ده وده مع بعض. ان كنت تقصدي مشاعري بالانماط، اما ان كنت تقصدي كلمه مشاعري محرره من الاصطلاح انها انسان شعوري، والاثنين بيشعروا، ده بيشعر ده بيشعر بالمتعه، وده بيشعر وعايز يرفض الالم وعايز يزيل الالم عنه وعن الاخرين. لم يكن هو رابط شغلك تمام، مش فاهمه الاستاذه اميره، مش فاهمه الانماط. لا ما انا رديت عليك استاذه منال، ان هو ما نربطش بين الانماط، او لكن ممكن يكون في رابط من بعيد، لكن مش يقينا. نتحاور معه ازاي؟ اللي هو البعيد عن الالم، بعيدا عن الالم، هتتحاوري معاه زي ما قلت ان انت بتحاولي دايما تذكري ازاله الالم عنه. يعني مثلا احنا عايزين نروح ايه، خلينا نضرب مثال عشان نوضح اكتر. احنا قلنا مثلا الفسحه او ابن حضرتك، او ان هو عايز يقنعها يوديها عند بيت اهله يقعد هناك اسبوع، وعارف ان ممكن ما ترضاش، او عايز يقنعها وعايز يجيب لها الموضوع، ممكن يناقشها بمثل هذا الحوار. طيب عايزين مثلا، عايز يتنقل لوظيفه تانية، او عايز يتنقل لبلد تانية مثلا في وظيفه او في شغل او في اي حاجه تانية، او يسيب شغلته، خلينا اقول ان هيسيب شغله ويمسك في شغله تانية او يترك وظيفته، هيقنعها ازاي او تقنعه ازاي؟ من خلال رفع الألم عنه. أقول لها الشغلة، الوظيفة الأولى كانت كل يوم أصحى الصبح، وبصحى الصبح وبتاخد وقت طويل قوي معايا، وبركب المواصلات تعبان. يعني يذكر بعض من الأمور اللي الوظيفة الجديدة هتحلله أو هترفع عنه هذا الألم. هذا هو دائما عادة هذا الشخص، دائما تذكري له رفع الالم عن التصرف اللي انت. لو حضرتك استاذه اميره حابه تضربي مثال وانا اجاوبك عنه ازاي تحاوري فيه، انا ما عنديش مانع. لكن هل الصوره وضحت للحضور؟ هل الصوره وضحت عند الكل ولا محتاجه تفصيل اكتر؟ هل الصوره وضحت؟ نعم. الصوره وضحت عند الكل. طيب خلاص ننتقل. يمكن بعض التدريبات اللي احنا هنقولها دلوقتي، ده تدريب ماشي، خلينا نشوف انتوا هتقولوا ازاي. اللوحه دي يا ترى كيف يراها المندفع نحو المتعه، وكيف يراها الانسان الذي يريد البعد عن الالم؟ الان هذا هو نشاط، انا عايز اسمع وجهه نظركم في ايه. ازاي هيكون لو انا كانسان مندفع نحو المتعه هعبر عن ده ازاي دلوقتي؟ شفت الصوره دي هعبر عنها ازاي؟ هقول ايه؟ منظر جميل ممتاز استاذه نجات. طيب اخطا. طب خلينا الاول، خلينا نتفق ان احنا الاول هنقول نحو المتعه، عشان ما ماشي، خلينا نقول نحو المتعه. الان هيقول ايه؟ هيعبر عن اللوحه دي ازاي؟ ماشي يلا تدريب، هنشوف الشخص المتعي هيعبر عن الصورة دي ازاي. منظر جميل، هنسيبك من الأخطر، لأ ممكن ده يكون يقولها الأشخاص، الشخص الآخر. أيوة وأسبح فيها. سبحان الطبيعة، روعة، رائع، هدوء، روعة، نحو المتعة، راحة نفسية، ممتاز ممتاز، جميل، جميلة، شوية هدوء وراحة، ممتاز، صفاء للروح، ممتاز. صفاء للروح، كل اللي انت قلتوه ممتاز جدا، بس احيانا بتكون في عبارات ادق دقيقه شويه، ان هي هتجلب له المساء السعاده شخصا. يعني انا هجد فيها راحه نفسيه، الله المنظر جميل، راحه نفسيه وخضره وبحر. هيتكلم فعلا عن الحاجات الجميله اللي انت قلتوها دي كلها، وتكون مرتبطه بيه هو كشخص، مرتبطة، يحاول يربطها باحتياجه، ان الواحد كده يعني قاعد في مكان خالي من الناس، قاعد في هدوء، قاعد في خضرة جميلة، هيبدأ يبرز هذه الأمور كلها. طيب خلينا نقول لو الإنسان العكس الثاني، الشخص الآخر هيقول إيه؟ هيعبر يقول إيه؟ أستاذة قالت الأخطار، أخطار ماشي، ده بداية.
الشخص اللي هو البعيد عن الألم هيقول إيه في اللوحة دي، يعبر عنها، هيراها إزاي، هيراها إزاي، هيراها صعبة، صعب يعني مش عارف، ممكن هو قال أخطار. كان واعر، ممتاز، أيوه ممتاز، ممتاز جدا أستاذ محمد، فعلا يخاف يغرق، أيوه هو بيدور على الشيء كمان الشعر متعبة للوصول، ممتاز جميل جدا جدا، صح. خوف، خوف، أقول لك متعبة للوصول، مكان واعر، يغرق إنه يخاف، بالضبط بالضبط، جميل جدا. طيب يحتاج الوصول لسفر طويل، رائع رائع جميل، خوف، بالضبط بالضبط، جميل كده. شفنا طريقة حوار هذا الشخص ذاك الشخص الآخر، طريقة حوار وطريقة التعبير، أنت بتنظري للنظرة هنا وبتنظري للنظرة، وتقدري تقنعيه من خلال أو تقدر تقنعها من خلال إبراز بداية، طبعا أنت مش هتقدر تبعد عن بقية السلب يعني عن بقية النقاط الأخرى، لكن بداية الحوار عادة بيكون بالطريقة دي، لأن هو بيفكر بهذه الطريقة، بيدفعه، عشان كده بنسميها الاتجاه والدافعية، الاتجاه والدافعية في طريقة تفكيره عشان يسوق إلى السلوك من خلال نحو المتعة أو بعيدا عن الألم. ممتاز، جميل جدا. طيب كيف يتعايش النمطين مع بعض؟ أنا بسألكم الآن، هل يا ترى من الأفضل إن الاثنين يكونوا زي بعض ولا يكونوا مخالفين لبعض؟ أعرف رأيكم، يا ترى من الأفضل إن الاثنين يكونوا زي بعض ولا يكونوا خلاف بعض، مختلفين أو زي بعض؟ زي بعض، مخالفين، مخالفين، زي بعض، الاختلاف مطلوب، مخالفين بس متفاهمين هيكملوا بعض، جميل جميل، زي بعض. هو بالفعل يعني عشان يحصل التكامل لابد انهم يكونوا مختلفين، لكن مع وجود بوجود بعض المعرفة وبعض الأعذار وبعض المعارف ممكن أقدر أتجاوب، ما يكونش فيه أي مشكلة. الاختلاف ليس الخلاف، الاختلاف يزيد التفاهم. طبعا هو الاختلاف غير الخلاف، إحنا بنتكلم فعلا عن الاختلاف، هل الاختلاف يزيد التفاهم؟ هو بيضمن استمرارية الحياة، الاختلاف يضمن أحيانا استمرارية الأسرة، لكن تبدأ الحياة بالاتفاق، يعني أنا هتفق معاك في بعض الأمور أو هتفق معاك في بعض الأمور في بعض الحاجات اللي في شخصيتي وشخصيتك، وبالتالي بعد كده الاختلاف اللي بين شخصيتي هيتضمن لنا استمرارية الحياة، ما يكونش فيها نوع من الملل. الحقيقة خلينا نقول ممكن الاثنين يتعايشوا مع بعض مع المعرفة، إن أنا هقول لحضرتكم، أضرب لكم مثال عشان نقدر نعرف هل ممكن تعمل مشاكل لما يكونوا الاثنين مع بعض، هل ممكن تعمل مشاكل لما يكونوا الاثنين مختلفين؟ هو ممكن تعمل مشاكل. انا لما اجي لما يجي يكلمها على فسحه مثلا في مكان معين او في شراء بيت او دروس لاولاده او اختيار مثلا كليه او اي حاجات من القرارات المصيريه داخل الاسره، هو يتكلم من خلال المخاوف وهي تتكلم من خلال المتعه، وبالتالي قد يحدث في بعض المواقف عدم وصول لنقطه التقاء. لكن لو الاثنين زي بعض هتلاقي الحوار ماشي في طريق واحد، لكن بيعمل مشاكل للأسرة ذاتها، للأولاد ولمن حولها، يبقى كله له إيجابياته وله سلبياته. لو الاثنين عايشين بنمط واحد مش هيختلفوا كتير في طريقة اختيار القرار المعين، يعني لو أنا هقنعه هتلاقي هو نفس المكان اللي بتقول الله أنا لو هنروح مرسى مطروح مثلا، هنروح العريش، هروح أي مكان للفسحة هيكون جميل فيه كذا، ونبدأ هي تقول وهو يقول، وبالتالي مش هيحسوا بأي نوع من الخلاف اللي يؤدي أحيانا إلى شعور بنوع من النكد في الحوار. طيب لكن إيه المشكلة؟ المشكلة ممكن القرار ما يكونش مدروس، ممكن ما يكونش فعلا كده، ما يكونش معهم فلوس كفاية فيعمل مشاكل للأسرة. لكن لو العكس هتبدأ تقول له طيب ما احنا خايفين كده، المسافة بعيدة، لو هروح مرسى مطروح مثلا أو شرم الشيخ وبالعربية أو مش يعني ما في معناش فلوس، وهتبدأ تظهر بعض من المخاوف. الشخص المتعي ما بيحبش هذا الحوار إطلاقا، الشخص المتعي ما بيحبش حد يكلمه ويبرز له الجوانب، الألم زي ما قلت لكم لما بتكون الزوجة أحيانا تعبانة في البيت
يعني تحرجا منها ممكن يؤدي الواجب كده بأي شكل، لكن يتمنى ان يقضي معظم وقته بره بحيث ان هو يجي لاخر، محبش يحضر في جو في نوع من الالم. هو انسان حساس لكن ما بيحبش يحضر في جو نوع من الالم، على عكس الشخص الثاني هو يساعد الاخرين في ازاله الالم، لكن الثاني يساعد الاخرين في زياده المتعه. عرفت الفرق؟ الاول يساعد في زياده المتعه والاخر يزيل الالم عن الاخرين، وبالتالي بتتكلم من منطقه وهو بيتكلم من منطقه. لكن امتى ممكن يتكيفوا؟ لما ناخد دوره زي كده او اقرا او اطلع او اعرف طبيعته وطبيعتي، وبعدين نقدر ندمج او اتجنب هذه النقاط، وبالتالي ممكن الاثنين يفوا مع بعض. يبقى كيف نتعايش نمطين؟ اخيرا عشان نجمل، ممكن الانسان يمون وسط بين النمطين، ممكن يكون وسط بين الاثنين. هو عادة أي نوع من أنماط الأنماط اللي احنا بندرسها بنقول هي مش تجريدية، يعني ما هوش هي دي بس وهي دي بس، ممكن يكون في كده وكده، لكن غالبا الإنسان المتعي بيغلب عليه فعلا كده، ما بيقدرش يجمع معاه أو نقطة الألم إلا في حاجات ضعيفة، والإنسان البعيدا عن الألم غالبا بيغلب عليه الموضوع ده، مش زي بقية الأنماط اللي ممكن أجد بنسب ونسب بنسب ونسب، لأ، لكن غالبا بتغلب عليه هذه القضية إلا في مواقف طفيفة أو بس أو بالعشرة أو بالمعاشرة الأشخاص اللي حواليه، لكن هو دي بتكون نمطه، بتكون دي طريقة تفكيره، لأنه شيء جواه في طريقة كيرو في برنامج العقلي بتاعه إن هو دائما يسعى إلى اللي فيه متعة والتاني بيتجنب أي شيء نوع من الألم. مندفعين غالبا الشخص اللي هو نحو المتعة بيكون إنسان غالبا مندفع، زي ما بقول كده هو بيسعى إلى نشيط وعنده حماس. طيب خلينا نقول كيف نتعايش عندنا نقطتين، أن نرى بعين طبع من أمامي. يعني إيه؟ أن أرى بعين طبع من أمامي، ولنفترض أن ما فيش ناس بتاخد دورات أو بتقرأ كتب، إيه اللي تعملوه؟ ده اللي كانوا زمان بيعملوه يعني جدودنا والناس اللي قدامنا من عصور قديمة، كانوا إزاي بيقدروا يتكيفوا مع بعض؟ هل كانوا بيقعدوا يحطوا الشروط دي كلها ويحطوا الآليات دي كلها؟ طبعا توفيق من رب العالمين بداية وأخيرا، ده معروف وربنا مقسمه، لكن هل كانوا بيقعدوا ياخدوا الدورات الكتيرة دي والحاجات دي؟ لا، ولكن سبحان الله كان برضو حياتهم بتكون مستقرة وسعيدة. فأن نرى بعين طبع من أمامي، ما شوفش اللي قدامي بعين طبع. يعني إيه؟ يعني طالما أنا شايفة إن الموضوع ده هيسبب لي متعة وإن الحياة هتكون كده، يبقى أنا أحكم على اللي قدامي إني هراها بنفس المنظور أو بنفس المنظر. لأ، أن أرى بعين طبع من أمامي عشان ترتاحوا في طريقة التعامل حتى في مجال عملكم، انظروا الأمور بعين طبع من أمامك اللي هو صاحب التصرف صاحب السلوك. هو بيشوفه إزاي؟ أحط نفسي مكانه بمعنى آخر، أحط نفسي مكانه، هو بيفكر إزاي؟ بيفكر بالطريقة، هو عادة دايما بيتكلم إزاي؟ بيتكلم بالطريقة دي. يبقى دي أول نقطة، أن أرى الأمر بعين طبع من أمامي مش بعين طبعي، وأن أفهم الزاوية اللي بيتحدث منها. بأول حاجة أنا بعصره لأني بعرف هو بيتكلم شايفها إزاي، شايف الموضوع إزاي، ثم أكلمه وأخاطبه من نفس الزاوية اللي هو بيتكلم من خلالها، وبالتالي كده نقدر نجنب روحنا مشاكل، سواء كانوا المختلفين أو إن كانوا متفقين برضو هيجدوا مشكلة في بعد كده في الاندفاعية والإسراف وبعض الأمور تانية مترتبة على كده. طيب خلينا نشوف الصورة زي ما أقول لكم بعين طبع من أمامي. يمكن أنا شايف الصورة أنتوا شايفينها إيه؟ أكيد ممكن تكونوا شفتوها قبل كده على الفيس أو شفتوها على النت. إيه رأيكم في الصورة دي؟ الراجل ده رأيكم إيه في شعره؟ رأيكم إيه في شعره؟ أنتوا فين؟ شعره عادي ها؟ خلينا هل الصورة ممكن تتحرك أستاذة مريم؟ ممكن تحركي لي الصورة من عندك عشان نزيل المستطيل؟ هذا الرجل من غير شعر، هذا الشعر أيوة ماسك مقش بالفعل بالفعل. أستاذة مريم ممكن تحركي لي الشريحة من عندك؟ أيوة شيلي المثلث المستطيل عفوا. الحقيقة هذا الشخص لو تشوفيه كده بدون ما تعرفي ما تعرفين بداية تحس أنه ممكن يكون شعره طبيعي، لكن لو شفتي حقيقته هتلاقي أنه هو من غير شعر لكن ماسك المقشة وقدر يشوفها
بالطريقة دي. يبقى أنا أرى الأمور بعين طبع من أمامي، ثم أفهم الزاوية اللي بيتحدث منها وأكلم منها، فأصل إلى نقاط اتفاق وليست نقاط اختلاف. أيوة ماسك مقاشها. نعم نعم. إذا التكيف صح مع الحياة، صناعة السعادة وقلبها لنفسي بالضبط. طيب خلاص مش مشكلة، أعتقد طالما هم شافوها يبقوا عارفين. مفيش إمكانية أستاذة مريم تتعن، خلاص نعديها. طيب إيه رأيكم في الصورة دي؟ أنا عايزة زي ما هو مكتوب قدامكم كل واحد يقول لي إيه الحاجة شافها، أول حاجة شافها في هذه الصورة. هي جميلة فعلا أستاذة سحر. أنا عايزة أشوف، عايزة أول حاجة شفتوها إيه؟ ماشي أستاذة نجاة شافت الخضرة. طيب السلم أستاذة ياسمين، جميل. إيه تاني؟ الزرع، أيوة. شباك على الباب. إيه تاني؟ طيب حد لاحظ إن ما فيهاش ناس، إن اللوحة دي ما فيهاش ناس؟ لفت نظره؟ لفت نظره هذا الأمر؟ لفت نظركم؟ طيب لا. طيب ماشي، هو كل واحد بيلفت نظره شيء في هذه الصورة، مش ضروري يعني. أنا بقول بس من ضمن إن أنا حاولت أجيب الحقيقة لوحة تشمل كل الأشياء اللي موجودة، بس ما لقيتش يعني. فخلينا نقول هكذا. في إحنا دلوقتي هندخل على برنامج عقلي آخر، اللي هو برنامج الاهتمامات. برنامج عقلي، الإنسان بيفكر بطريقة معينة وبيتصرف بناء على برنامج في عقله، وهو اسمه الاهتمامات. الاهتمامات حوالي 5 أنواع من الاهتمامات. 5 أنواع من الاهتمامات. طيب في ناس بتهتم، أو في أشخاص بيهتموا، يعني اللي لفت نظر أو إن ما فيهاش حد من الناس، هو إنسان اجتماعي. كويس؟ إنسان اجتماعي. احنا طبعا يعني بس مجازا، لكن احنا هنجيب الموضوع من اوله يعني. انسان اجتماعي. طب اللي لفت نظره الاشياء بتكوينتها، هو انسان دقيق وتفصيلي. طيب ان حب يعرف هو ايه الصوره دي عباره عن ايه، عمال يدقق هو بيت ولا فيلا ولا ايه بالظبط، يحاول. ده انسان فضولي. اللي بيحاول يدور طبعا، لو أنشطة يعني، لو لوحة تانية بشكل أكبر شوية، بيشوف إيه اللي موجود، في لعب، في مراجيح، في حاجات من دي. إنسان حركي، حاسس إن المكان هادي وعجبه المكان. إنسان انطوائي، مش ضروري يعني، أنا بس بقول بشكل عام، لكن إحنا ندخل في التفصيل بشكل أدق يعني. الاهتمامات بالناس أو المكان أو الأنشطة أو الأشياء أو المعلومات. طب يا ترى ده هينفعنا في إيه في حياتنا الزوجية؟ يا ترى هينفعنا؟ هينفعنا. هقول لكم ازاي، بس بعد ما ناخد التفصيل بتاع كل شريحه. لما نيجي نطلع رحله مع بعض، كويس، سواء ان كان في مدرسه او ان كان في الشغل او ان كان حتى في داخل الاسره، هنشوف رفعال كل واحد من دول. هنروح مع مين؟ ماشي، هيسال عن مش ده بيحصل لما نيجي اولاد، او انتوا زمان حتى لو انتوا كنتوا اولاد داخل الاسره، اقول لكم احنا هنخرج بوجه معينه او هنطلع، هنروح مع مين؟ ماشي. طيب دي اول حاجه. طيب في ناس هتسال على حاجه تانية، هنروح فين؟ ايوه هنروح فين، ايه المكان اللي هنروحه، ايه المكان اللي هنروحه. احنا خلينا ناخد ونبقى نرجع له تاني، مش مشكله ناخدهم كلهم بعدين نرجع تاني. هيسأل يقول لك هو المكان ده فين؟ يعني مثلا احنا هنروح اسكندرية. طيب هي اسكندرية دي فيها ايه هناك؟ ده فيها كذا، ويبدأ يتكلم عن اسكندرية كمعلومات. ماشي؟ يبقى بيسأل مين هيروح معانا؟ وبيسأل فين المكان؟ وبيسأل عن معلومات عن المكان، ثم يبدأ يهتم ايه اللي موجود هناك؟ ايه الأشياء اللي موجودة هناك في المكان ده عشان هنروحه؟ طيب ايه تاني غير كده؟ يا ترى هناك في لعب والاماكن اللي ممكن نتفسح فيها، غير المصيف، غير البحر، غير ايه اللي هنعمله هناك؟ هنعمل مسابقات ولا مين هيكون معنا، ولا ناخد ايه معنا من العاب لو رحله هيروحوها؟ طب غير كده اخر حاجه، احنا قلنا الناس. طيب
احنا قلنا الناس بدايه. طيب رجعي لي شرح استاذه مريم، واضح ان علقت من عندي. احنا قلنا الناس، يبقى ده انسان اجتماعي اللي دايما عاده. لا لا هنرجع معلش استاذه، هنرجع لنفس الشرايح. لو الانسان ده بيسال عن الناس يبقى هو انسان اجتماعي، لو بيسال زي ما قلنا عن الاشياء وبتفاصيلها يبقى انسان تفصيلي دقيق، لو بيسال عن معلومات اكتر واكتر عن المكان اللي هو رايحه هيكون انسان فضولي، ولو هيسال عن انشطه. لا قبل كده برضه يا مريم، لا قبل مش بعد. ايوه لو هيسال عن المكان وهيبدا يوصف المكان هيكون انسان الى حد ما انطوائي. انطوائي مش بالمعنى السيء، ولكن انسان بيحب الهدوء، ما بيحبش ايوه بس يعني شكرا. انسان هيكون يحب الهدوء اكثر من ان يحب يخرج مع حد. طيب ده هيفيدنا ايه في حياتنا الزوجيه وحياتنا الاسريه؟ هتلاقي بتحصل مشاكل كتير جدا. تيجي تقول كل ما نيجي نتفسح يجيب لي والدته واخواته، هو احنا ما فيش مره نتفسح فيها مع بعض؟ ليه؟ لان هو شخص يهتم بالناس، لو عايز يروح مكان بيحب ياخد حد معه. يبقى هنا ان حضرتك او حضرتك لما بتعرف هذه النقطه بالتالي انت بتقدر يعني تتجنب او تقدر تحاور من هذه المنطقه ان احنا هناخد فلان وفلان، عشان لو عايز تقنع الاخرين من قدامك هتدخل من هذا، احنا هيروح معانا فلان وفلان. طيب لو هو انسان من الاماكن هتختار له مكان هادي او تبدا تكلمه عن هدوء المكان وتكلمه عن جمال المكان عشان يقتنع، وده بيعمل مشاكل بين الزوج والزوجه الحقيقه، لان تلاقيه هو عمال يتكلم عن المكان الجميل وهادي وحلو، هي مش عايزه المكان الهادي، هي عايزه مكان فيه ناس. انت بتختار اختيار غير الاختيار بتاعي، انت بتختار قرارات وحاجات من عين طبعك، من طبعك انت مش من طباع اللي حواليك. طيب تاني حاجة الحركيين بيبقى عايزين ايه الملل ده؟ طب ايه اللي هناك؟ ايه اللي هنعمله؟ يعني في ايه هناك هيكون معنا من الاصدقاء؟ وعادة الحركيين والانشطة لابد يكون فيه طبعا ناس. ايه اللي هنعمله هناك؟ بس كده هننزل البحر ولا مش هناخد معانا كذا، ولا ناخد مضارب ولا نروح وهكذا. طيب فبالتالي يبقى في نوع، او تلاقي مثلا زوجة عمالة تتكلم في التفاصيل، انا هعمل اكل كذا وهاخد. فانت كزوج هتعرف المنطقة اللي ممكن تكلم منها زوجتك، بتفكر في ايه بالظبط، بتفكر ازاي، وتدخل لها من خلال هذا الحوار، هتجنب نفسك مشاكل كتير، وهتجنبي نفسك مشاكل كتير، وممكن يكون مفتاحها فقط اني اعرف البرنامج العقلي اللي بيفكر بيه شريك او شريكة الحياة. طب يا ترى ده ممكن يعمل مشاكل؟ زي ما قلنا كده بيعمل بعض المشاكل البسيطة اللي هي بتكون من خلال ان انا بتكلم ان انا عايزة حد معايا، هو مش عايز حد معايا، هو بيتكلم على جمال المكان وهدوءه وانا مش عايزة الكلام ده، وهكذا الامور بتمشي بين الاسرة. طيب ان شاء الله هنقفل، بس انا عايزة اطرح السؤال ده ومش نجاوب عليه النهاردة، لكن أجد إجابتكم إن شاء الله على لغة التفاهم على الجروب. هل الحب يصنع الزواج أم الزواج يصنع الحب؟ جزاكم الله خير. لو لي حالة وأي حد لي تساؤل أنا تحت أمركم قبل ما ننهي اليوم إن شاء الله. أشكركم وجزاكم الله خير وشكر لدعم فني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.